أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز، حيث صرح مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر تستقبل وفدا من حركة حماس يصل القاهرة غدا لبحث تطورات موقف الهدنة في قطاع غزة. في شأن آخر، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صدور القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعوت الجمعية العامة للانعقاد يوم الأربعاء القادم الموافق 8 مايو 2024. ويشمل أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني 36 كيان ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصري والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الآتية، منها صندوق تحيا مصر، مكتبة الإسكندرية، الأكاديمية الوطنية للتدريب، الهيئة العامة للاستعلامات، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جامعة القاهرة، المعهد القومي للأورام، ثقافية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مؤسسة أهل مصر، بنك الشفاء المصري، بنك الطعام المصري، جمعية الأرمان، جمعية الباقيات الصالحات، جمعية رسالة للأعمال الخيرية، جمعية رعاية مرضى الكبد، جمعية مسجد دكتور مصطفى محمود، مؤسسة صناع الخير للتنمية، مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، مؤسسة جمال الجرحي للتنمية المجتمعية، مؤسسة الجود، المؤسسة الصديقية، مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، مؤسسة أبو هشيمة، مؤسسة بهية، مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة راعي مصر للتنمية، مؤسسة صناع الحياة مصر، مؤسسة كير مصر، مؤسسة مجدي يعقوب، مؤسسة مصر الخير، بيت الزكاة والصدقات، مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية، مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع. ويرجى الإشارة إلى أن التحالف الوطني صدر بشأنه القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالف غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري أيضا، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 76 لعام 2024 بإنشاء لجنة مؤقتة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث قامت اللجنة بدعوة المؤسسات المعنية للانضمام للتحالف، وقامت أيضا بإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي ومشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل التحالف بالشكل الذي ينظمه القانون. وكما قامت اللجنة بإعداد مقترح استراتيجي لعمل التحالف 2024-2030 لتكون مخرجات عمل اللجنة تحت بصر الجمعية العامة ومجلس الأمناء فور انعقادهم.
للمزيد من النقاش مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الآن الأستاذ عصام عبد الرحمن وهو عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أستاذ عصام أهلا وسهلا بحضرتك في البداية. أستاذة هي أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين، والحقيقة يعني تهنئة لكل قطاع العمل الأهلي المصري وكل المهتمين بالعمل التنموي المصري بصدور قرار السيد الرئيس بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. الحقيقة احنا عايزين نركز مع حضرتك على أهمية هذه الخطوة، يعني تحديدا فكرة التقنين أو تنظيم وتحديد التحالف الوطني للعمل الأهلي ووضوح الفلسفة الخاصة به بشكل أو بآخر في هذه الخطوة، أهمية يعني المرحلة تحديدا والتوقيت وهيفرق في إيه في تحقيق أهدافه اللي خاصة بالتحالف في الفترة اللي جاية إن شاء الله. طيب الحقيقة سؤال افتتاحي قيم جدا، خليني وأنا بجاوب في مفردات الإجابة على السؤال أوضح للسادة المشاهدين الظرف الزمني اللي ظهر فيه التحالف. الدعوة الكريمة من السيد الرئيس لتوحيد كبريات مؤسسات المجتمع المدني المصري في مارس 22 تحت مظلة التحالف، الجهد الكبير اللي قام بيه التحالف تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، الحقيقة كل الجهود دي أو كل الخطوات دي الحقيقة كان ثمارها على الأرض ثمار يعني قيمة جدا جدا جدا. طبعا الظرف الزمني اللي خرج فيه أو خرجت فيه دعوة السيد الرئيس كان بالتزامن مع تخصيص السيد الرئيس لعام 22 عام للمجتمع المدني إيمانا من فخامته ومن الدولة المصرية بأهمية المجتمع المدني. بالتأكيد مصر في 22 وما زالت حتى الآن بتعيش يعني آثار أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ونتيجة متغيرات إقليمية كبيرة، كمان كنا يعني خارجين من تبعات أزمة كورونا، كان المجتمع المدني الحقيقة يعني كمان بيتلمس خطواته بشكل حثيث في القيام بدوره في بناء الجمهورية الجديدة، وبالتالي ظهر التحالف في التوقيت ده عشان يقوم بالدور المنوط به وعشان يبقى المجتمع المدني المصري يضاهي إن ما كانش يقوم بدور أكبر من مثيلاته في كل دول العالم المتقدم في بناء نهضة حقيقية لمجتمع. من هنا بدأت خطوات دعم وخروج التحالف، بدأت القيادة السياسية تدعم بقوة يعني خطوات عمل التحالف وحاور عمله المختلفة. الرئيس شهد المؤتمر الأول للتحالف في مارس في يناير 23، كمان السيد الرئيس دعا ل يعني تقنين اوضاع التحالف، البرلمان يعني شرع قانون التحالف، اصدر السيد الرئيس قانون التحالف، النهارده اكتمال خطوات التقنين بترجمه ما نص عليه القانون من اهميه انشاء التحالف بصدور القرار الجمهوري بإنشاء التحالف عشان يكون النهاردة يوم فارق من أيام العمل الأهلي التنموي المصري وانطلاقة جديدة مش بس الحقيقة لمؤسسات التحالف مجتمعة ولكن لكل العمل الأهلي التنموي لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة في محاور العمل الرئيسية اللي مهتم بيها التحالف سواء في التمكين الاقتصادي أو في التمكين الاجتماعي أو تقديم الخدمات الطبية أو تنفيذ المبادرات الرئاسية الرائدة، بالإضافة طبعا لترجمة توجيهات الدولة المصرية في دعم الأشقاء في وقت الأزمات. طيب يمكن في سياق الإجابة اللي حضرتك أشرت ليها يعني أستاذ عصام، الحقيقة أي حد بيتابعنا دلوقتي وبيسمع معانا يعني هذا الخبر وهذه يعني الخطوة المهمة جدا بالنسبة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يقول مثلا طب أنا هستفيد إيه من تقنين هذه الخطوة ومن هذا التحالف بشكل مباشر كمواطن مصري، حضرتك ترد عليه وتقول له إيه؟ بالتأكيد كل مواطن مصري معني بالقرار النهاردة. خروج التحالف بالشكل اللي هو عليه الآن بعد إصدار قرار السيد الرئيس وبعد صدور قانون إنشاء التحالف، يعني أن هناك كيان
مؤسسي واضح يضم كبريات مؤسسات العمل الأهلي المصري يستند في إنشائه على قانون لإصداره وقرار رئاسي وقرار جمهوري بإنشائه، وبالتالي له صلاحيات واضحة ومحددة وله أهداف واضحة ومحددة وله آليات للتنفيذ من شأنها تحقيق الأهداف اللي وضعت له. والحقيقة كمان يعني ليه أنا بقول إن كل مواطن مصري معني بالقرار النهاردة، وهو والقرار موجه لي، لأنه إذا قلنا إنه شرائح المجتمع المصري ما بين يعني مهتم بالطبيعة بالعمل الأهلي التنموي، وإن إحنا في خطة أهداف التنمية المستدامة العالم كله يرفع شعار لا أحد خلف الركب، فمصر وهي بتنهض في سبيل بناء الجمهورية الجديدة وهي بتاخد خطوات وثابة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتأكيد مدركة تماما أهمية دعم والارتقاء بالشرائح الأولى بالرعاية عشان نحقق شعار لا أحد خلف الركب. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي النهاردة بدأ يشتغل من أرضية ثابتة، أرضية رسخة، أرضية مقننة لتحقيق أهدافه في الارتقاء بالشرائح الأولى بالرعاية بداية، والارتقاء بالاقتصاد المصري من زوايا العمل الأهلي التنموي بشكل عام. يعني إذا قلنا مثلا أنه مبادرة زي مبادرة إزرع في موضوع التمكين الاقتصادي في الجانب الزراعي وتوطين الزراعات الأساسية في مصر ودعم التوسع الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية، أعتقد أنه ده هدف قومي كبير يلتف عليه كل المصريين ويهتم به كل المصريين، كذا كل ما يقوم به التحالف من أدوار فهي بالتأكيد تصب في صالح المواطن المستفيد بشكل مباشر والمواطن المصري المستفيد بوجود التحالف في تحقيقه لأهداف التنمية المستدامة من خلال دور المجتمع المدني. سؤال الأخير لحضرتك أستاذ عصام، هي فكرة إن كيف قام التحالف بالعمل على إيجاد قواعد بيانات شاملة لكل المحافظات وحتى القرى والنجوع في مصر بشكل عام؟ من بين التحديات الكبيرة اللي كانت بتواجه كل منظمات المجتمع المدني فكرة العمل في جزر منعزلة والعمل على استهداف، أحيانا استهداف ذات المستهدفين بذات الخدمات. من هنا كان في ازدواج واضح على الأرض. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وفي بدايتها وزارة التضامن الاجتماعي استهدف بشكل مباشر بناء قاعدة بيانات قوية ومرنة وفعالة تنطلق من قياس أو الوقوف على الأسر المستهدفة أو الأسر الأولى بالرعاية بشكل حقيقي. وكمان قاعدة البيانات الحقيقة من بين يعني عوامل قوتها إنها يعني فيها من المعلومات ما يكفي لتجهيز الدعم اللي في انتظاره وتحتاجه الأسرة بالآلية اللي تضمن التنفيذ بالشكل الأفضل. من هنا التحالف اجتمع يعني واجه التحدي الأصعب، خرج على مدار شهور عمله الأولى بقاعدة البيانات اللي ذكرت حضرتك اللي ذكرتها لحضرتك، والحقيقة من بين يعني الإنجازات اللي كلنا في التحالف بنفخر بيها إن إحنا النهاردة وإحنا بنكلم حضرتك قادرين بعمل جماعي مشترك ومن خلال قاعدة البيانات نوصل بالدعم للمواطن الذي ينتظره ويحتاجه بآلية يعني تضمن السرعة في التنفيذ والجودة في تقديم الخدمة. أستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وهذه المداخلة. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. انطلق نشاط التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس من عام 2022 بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي. في التاسع من يناير
من عام 2023 شهد الرئيس السيسي انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للتحالف. يعد التحالف الوطني ركناً مهماً في عملية التنمية وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، كما يهدف التحالف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء عنهم. يتكون التحالف من عدة كيانات تنموية وخدمية كبرى ويتواجد في جميع محافظات الجمهورية. أما أبرز مبادرات التحالف هي كتف في كتف وإزرع وقوافل ستر وعافية، كما ينظم التحالف قوافل طبية مجانية للأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية. وبشأن دعم غزة، أطلق التحالف قوافل ضخمة من المساعدات الإنسانية والعلاجية لدعم أهالي القطاع. وخلال شهر رمضان تتنوع مساعدات التحالف لدعم الأسر الأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية. وتشمل مساعدات التحالف خلال رمضان كراتين رمضانية ومعارض للسلع الغذائية. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. معنا الآن عبر الهاتف الدكتور مصطفى زمزم، وهو عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك في البداية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. إذا تحدثنا عن يعني هذه الخطوة وأهمية هذه الخطوة تحديدا في تقنين الأوضاع الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الفترة القادمة، يمكن اللي حصل دي انا بعتبرها خطوه تاريخيه في منظومه العمل الاهلي التنموي في مصر، ان يكون في شخصيه اعتباريه وكيان قومي يتبع ليه سياده الرئيس بشكل مباشر، بيضم فيه كيانات فاعله في المجتمع المدني، وايضا كيانات اعتباريه اخرى بتسهم في تطوير ودراسات فاعلة للتنمية والتنمية الاقتصادية بشكل كامل. الفكرة هنا مش فكرة بس جهود مجتمعية فردية، ولكن هي جهود مجتمعية يعني فيها عمل جماعي، فيها قواعد بيانات منظمة، فيها تشارك مع أجهزة الدولة بأعلى القيادات المسؤولة من الجهاز التنفيذي للدولة والحكومة المصرية، فيها تشارك من كل الشعب المصري لخدمة أبنائنا وأهالينا غير القادرين. احنا بنستهدف ما يقرب من 30 مليون مواطن في قاعدة البيانات، بنتكلم على مدار يمكن العام الأخير من عمر التحالف أكثر من 12 مليار جنيه خدمات ومشروعات وقوافل طبية ومشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، ويمكن في إضافة كبيرة جدا لل 36 كيان اللي أصدر بهم القرار من السيد رئيس الجمهورية بإنشاء التحالف الوطني بضم كيانات كبيرة مثل جامعة القاهرة والمعهد القومي للأورام ومكتبة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للاستعلامات، وهناك كيانات ومنظمات هتضيف كثيرا في البحث والتطوير وتقديم يد العون لكثير من الأسر الغير قادرة والأكثر احتياجا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اللي احنا بنعمل كل هذه الكيانات بتعمل بشكل يومي، وانا اقصد كلمة يومي، في تقديم الدعم المباشر والغير مباشر من خدمات طبية. يمكن يكون في عجز في وصول اجهزة الدولة لبعض القرى والنجوع والعزب، احنا بنتكلم على اكثر من 5000 قرية ام واكثر من 30,000 عزبة ونجع وتابع بتستهدفهم المبادرة الرئيسية حياة كريمة. ولكن خليني أقول لحضرتك، زي ما السيد الرئيس دايما بيذكر، أن المجتمع المدني والجامعات الأهلية أكثر وصولا لهذه المناطق، ويمكن أشاد السيد الرئيس بالخدمات الطبية المقدمة من الجامعات الأهلية وطلب تطوير هذه الخدمات والتركيز على استهدافهم للمناطق الحدودية والمناطق يمكن النائية وبعض محافظات الصعيد في منطقة الجنوب، لأن يمكن زي ما بنشوف متابعة من خلال حضراتكم التقارير اليومية اللي بتحصل، كل أعضاء التحالف منتشرين بشكل يومي بشكل منتظم ومستدام في تقديم هذه الخدمات في إسعاد الأسر وتلبية احتياجاتهم. احنا ده شيء عظيم يا دكتور مصطفى، ولكن يبقى السؤال هو كيفية التنسيق ما بين الكيانات والمؤسسات العاملة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كيف تتم؟ سؤال مهم زي حضرتك ذكرتي، هو التنسيق هو الأهم في الفترة القادمة والفترة الماضية أيضا،
لأنه شكلت أمانة فنية داخل التحالف وأمانة مركزية، وهناك لجنة مؤقتة الآن بتسير الأعمال داخل التحالف برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي ومجموعة من الزملاء من أعضاء التحالف، هم القائمين الآن على إصدار اللوائح الخاصة بهذا الكيان، بإصدار اللوائح الخاصة بالتعاون، بانضمام جمعيات أخرى في الفترات المستقبلية، بكمان متابعة أعمال الأمانات داخل كل المحافظات. إحنا نملك مئات المقرات دلوقتي للتحالف من خلال الكيانات والجمعيات والمؤسسات أعضاء التحالف، وبالتالي هناك عمل دؤوب بيتم من خلال الأمانة الفنية واللجنة المركزية للتحالف، ومتابعة لقوافل الغاز زي ما حضرتك بتتابعوها بشكل يومي، قوافل ستر وعافية، مبادرة كتف في كتف، كثير من المبادرات اللي أطلقها التحالف الوطني واللي بقى لها مؤشرات أداء واضحة، يعني مش مجرد إن احنا بنقدم الخدمة فقط، احنا بنبحث عن الجودة وبنبحث عن الكفاءة وبنبحث عن تطوير العنصر البشري، وده الحقيقة الإضافة اللي بيضيفها التحالف الوطني للجامعات الأهلية، إن كل حد فينا من الأعضاء المؤسسين للتحالف بقى عارف زملائه في الجامعات الكبرى الأهلية الموجودة بيعمل إيه، بيشتغل في أنه مكان من المحافظات والقرى المستهدفة الأكثر احتياجاً، بنشارك الدولة بكل قواعد بياناتنا، ما بيحصلش تكرار أو ازدواج في الخدمة لمواطن دون غيره ما يكونش تقدمت له الخدمة. كمان عندنا قيمة مضافة بتحصل في إن احنا بقينا بندور على سلاسل الإمداد للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الحرف الأدوية التراثية والحرف الإبداعية والعمالة غير منتظمة، بنستهدف شرائح المرضى اللي بيبقوا محتاجين دايما مراكز طبية أو عيادات متنقلة توصل لهم في قراهم وفي نجوعهم، وده الحقيقة احنا بنعمله زي ما قلت لحضرتك في البداية ان احنا بنعمل ده بشكل يومي ومستمر، بل بالإضافة عدد المستفيدين تقريبا، يعني لو احنا بنتكلم كده في نسب متقاربة مع حضرتك يا دكتور مصطفى، نقول كام بالنسبة للمستفيدين من التحالف؟ يعني خليني اقول لحضرتك احنا وصلنا حتى الآن إلى 25 مليون مواطن على مدار الفترة الماضية، بيقدم ليهم كراتين مواد غذائية، قوافل طبية، مشروعات صغيرة متناهية الصغر، أطراف صناعية وكراسي متحركة، وأيضا بنشتغل على فكرة رفع الوعي التوعية بقضايا زي تنظيم الأسرة، بقضايا كثيرة يمكن بينادي بها السيد الرئيس في المشروع القومي وتنمية الأسرة المصرية، اللي يمكن عاوزين نحافظ على معدل النمو، عاوزين نحافظ على عدم تآكل كل ما يتم إنجازه على الأرض من الزيادة السكانية اللي يمكن احنا شايفينها هو أخطر عنصر بيقابلنا. المجتمع المدني له دور أصيل في هذه القضية، المجتمع المدني أيضا له دور أصيل في مشروع قومي زي اللي حصل في مقاومة فيروس سي، مشروع آخر في إنشاء مراكز طبية متنقلة ومنتشرة في هذه القرى. فأنا بنتكلم على 25 مليون مواطن، احنا بنستهدف 30 مليون على مدار الأربعة. ولكن ماذا عن العدالة الجغرافية تحديدا في الوصول لهؤلاء المستفيدين من كل هذه الخدمات اللي حضرتك طرحتها في سياق الإجابة؟ عاوز أطمن حضرتك إن إحنا ما عندناش محافظة من محافظات الجمهورية، سواء المحافظات الحدودية أو المحافظات الأبعد من القاهرة، سواء مناطق زي حلايا أبو شلاتين أو شمال سيناء أو جنوب سيناء أو أسوان أو مرسى مطروح، كل المحافظات الحدودية يتم استهدافها بشكل واضح ومباشر، تكليف رئاسي دايما للتحالف في كل تقاريره وإصداراته اللي بتطلع بشكل دوري إن احنا بنلتزم بالتوزيع الجغرافي والعدالة في الانتشار في هذه المناطق والنجوع والعزم. احنا عاوز اقول حاجه، احنا لسه راجعين من محافظه الوادي الجديد ومحافظه اسوان والاقصر، وانا كل هذه الخدمات تقدم بشكل واضح ومقسم بشكل منتظم ومستدام، ان احنا مستمرين في 27 محافظه، ما عندناش ولا مركز ولا قريه بيتم التركيز عليهم دون الاخرى. احنا بنستهدف 27 محافظه من خلال مقرات التحالف ومن جمعيات التحالف 36 كيان الموجودين، ان احنا بننتشر في هذه المحافظات بشكل مستمر بشكل يضمن الاحقيه لكل مواطن والاولويه في خدمته دون ان يتم التركيز على المناطق الاقرب مثلا، ويمكن ده حضرتك بتغطوه معانا حتى وصلنا الى شمال سيناء او رفح او الشيخ زويد وتقديم خدمات تعليميه وخدمات طبيه وخدمات تنمويه. يمكن الحمد لله ما عندناش منطقة عجزنا عن الوصول أو لا قدر الله حصل فيها
تأخير لتقديم الخدمة، ولكن مؤخرا في شهر رمضان الماضي كنا بنوزع ملايين كراتين المواد الغذائية للأسر كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات الأرامل وخلافهم من الأسر اللي ممكن تكون ما عندهاش عائل أو ما لهاش مورد ثابت والعمالة الغير منتظمة، وصيادين في بعض المناطق أو المحافظات اللي يمكن عندهم مشاكل في موارد الرزق بتاعتهم أو سلاسل الإمداد عشان نساعدهم في تسويق منتجاتهم أو بيعها أو حتى تصديرها. وده يمكن اللي بينضم لينا جديد كمان جهاز تنمية المشروعات مع مكتبة اسكندرية مع جامعة القاهرة، إن احنا بنضم آلية لتطوير وتحديث الصناعة الصغيرة ومتناهية الصغر، وبنهدف إلى تطوير أيضا فكرة الحرف الأدوية التراثية. واللي يمكن دايما سيادة الرئيس في معارض زي تراثنا وديارنا بيؤكد للمجتمع المدني إن انتوا قادرين توصلوا وقادرين الحرف دي ما يتمش اندثارها او تراجعها واختفائها من مصر، لان مصر مميزه بهذه المنتجات الجيده صحيح وجزء من هويتها. طيب دكتور مصطفى، فكره توزيع الادوار ما بين المؤسسات في منظمات المجتمع المدني وتحديدا من خلال التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، ازاي بيتم توزيع الادوار على حسب متطلبات مثلا كل محافظه ولا بتتم على اي اساس؟ خليني اقول لحضرتك ده عنصر مهم جدا لاتباع العناصر او الموارد البشريه اللي موجوده داخل كل مؤسسه، وايضا مبني على بحث علمي حقيقي، بمعنى أن لدينا مراكز بحثية ومراكز تطوير أعمال داخل كل كيان دلوقتي من هذه الكيانات 36. النهارده أنا أقدر أقول إن مؤسسة بهية مثلا على سبيل المثال متميزين في خدمة أو علاج سيدات مصر من سرطان الثدي، فأنا لما بنزل القافلة أنا مركز على إن مستشفى بهية هي معايا في هذه الجزئية، مستشفى أهل مصر متميزين في الحروق، مستشفى الدكتور مجدي يعقوب متميزين في علاج أمراض القلب، مستشفى الناس لعلاج الأطفال من نوع آخر من الأمراض الخاصة ب القسطرة أو تركيب الدعامات، مصنع الخير لديهم تميز في مجال العيون ومجال القدم السكري ومجال مراكز الاستدامة، جمعية مصر الخير لها تميز في الغارمين ومكافحة ظاهرة الغرم اللي انتشرت للأسف في الفترات الماضية، والحمد لله بدأ ندرس إيه أسباب هذه الظاهرة وانتشارها وبالتالي قضاء على أسبابها، مش فكرة العلاج فقط أو إن أنا أسدد وأحميهم من السجن. جمعية رسالة لديها قاعده كبيره جدا من المتطوعين وصناع الحياه والارمان وكل جمعيه من هذه الكائنات العظيمه المحترمه التي لديها تاريخ من العمل الانساني يزيد عن 30 و40 سنه بيكتملوا مع بعض بيعملوا سيمفونيه في العمل التنموي والخيري بشكل يليق بحجم مجالس اداراتهم ومتطوعينهم وموظفينهم، اللي يمكن احنا نمتلك قاعده بشريه تتعدى 250 الف موظف ومتطوع. وبالتالي تنسيق هذه الجهود في النسبه التنافسية لكل مؤسسة أو كل جمعية بيكمل الآخر، فبقى عندنا خط مباشر وواضح في تقسيم الأعمال، مين اللي عنده نسبة نسبية أقوى من الجمعية الأخرى أو بيكمل، مش فكرة الأقوى، هي فكرة التكامل هنا في القضايا الاجتماعية والعدالة الاجتماعية. ضم لينا جامعة بحثية وجامعة لها ترقيم او يعني رقم عالمي بين الجامعات زي جامعه القاهره، انضم لينا مكتبه زي مكتبه الاسكندريه، الهيئه العامه للاستعلامات، جهاز تنميه المشروعات، هذه الكيانات الضخمه تقدر تضيف لينا العنصر البحثي والعلمي، هناك كيانات تضيف لينا العنصر البشري والمتطوعين، هناك كيانات تضيف لينا الخدمه الطبيه المتميزه. في كل محافظه من محافظات مصر نمتلك مكاتب، نمتلك مراكز طبية لدينا كمؤسسات، نمتلك موظفينا ومتطوعينا، وبالتالي كل هذه العناصر عشان تبني منظومة ناجحة للتنمية وللتطوير والخدمة المباشرة للمواطن أكثر احتياجا اكتملت في 36 كيان. لو حضرتك تبصي على تشكيل ال 36 كيان وتميزهم كل واحد في مجال مختلف بيكمل الآخر، قادرة تقولي ان انا خارجة من هذه المنظومة، انا ما عنديش عنصر مفيش حد مش ممتلكه وممتلكه بادواته بالكامل ومبني على مؤشرات اداء ومؤشرات قياس واضحة وقائم على استثمار هذه الموارد. صحيح، وكل هذه الاسباب يعني تتجلى بشكل واضح في النتائج الملموسة من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. دكتور مصطفى زمزم عضو التحالف، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.
على الهاتف مشاهدينا يحدثنا الآن سيادة اللواء ممدوح شعبان، وهو مدير عام جمعية الأرمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك في البداية. أهلا وسهلا بحضرتكم، وأهلا وسهلا بكل شير جميل، وأهلا وسهلا بكل إيد جميلة في مجتمع مصر الخيري في كل مكان. المنتظر والجديد من التحالف الوطني للعمل التنموي في مصر بعد صدور هذا القرار بإنشاء التحالف بشكل مقنن ومنظم ورسمي؟ التحالف الوطني يا فندم العمل الأهلي التنموي صدر فعلا يمكن من قرار الجمهوري، وسيادتك بتقولي فعلا كان قبل كده شغال، لكن التحالف فعلا دوت نقدر نقول ان هو ولد عملاقا. ده بيضم حوالي اكتر من 36 كيان دائد كل جمعيات مصر بالكامل للعمل التنموي للعمل الخيري في جميع انحاء مصر، يبدا من اول اسوان، مرسى مطروح، الوادي الجديد، حلايب وشلاتين، كل حته في مصر بكل الاعمال. وبعدين بيرمز هذا العمل يا فندم الى شيء من انواع التنظيم والترتيب والتنسيق بين كل الجمعيات. بمعنى يا فندم يعني بمعنى البساط كده، ان ما ينفعش مثلا كل ناس روح قريه واحده او طاقه، لا انا بقسم نفسي، انا هعمل هنا كذا، هوزع هنا، انا هعمل قافع علاجيه هنا، انا هطلع اعمل تمكين اقتصادي هنا، انا هطلع مع زي ما شفت كده تغيير جميل، معارض اساسات، معارض ملابس، زواج يتيمات، كل النشاط الخيري للجمعيات بيتم في هذا الموضوع، وبيبقى هنا في التنسيق تماما تماما. وده بيؤدي الى حاجه رئيسيه جدا باكد عليها لحضرتك والكل يعني شعب مصر الجميل، ان فعلا بنتاكد ان المستفيد الحقيقي بياخد هذه الاستفاده ومع عدم ازدواجيه الاستفاده، يعني ما حدش ياخد حاجه حاجتين وغيره ما خدش. يبقى هنا بنضرب زي ما تقول عصفورين بحجر، اول حاجه ان المستفيد الحقيقي بياخد هذه العمليه، زائد عدم ازدواجيه الاستفاده في شخص واحد او قريه واحده او مركز واحد. طيب زي ما حضرتك كده بتتكلم في النقطة المهمة دي، هي التنسيق وتوزيع الأدوار ما بين يعني المؤسسات بشكل عام جوه التحالف، في نفس الوقت ازاي بيتم حصر الأعداد الخاصة بالمستفيدين في كل المناطق وكل المحافظات داخل جمهورية مصر العربية بالتنظيم ما بين كل الجمعيات والمؤسسات؟ عشان أكون دقيق جدا مع سيادتك في الكلام ده، سؤال جميل وسؤال فعلا في موضعه. احنا دلوقتي كل الجمعيات بتعمل طول النهار، هي عبارة عن أبحاث عن المستفيدين والأكثر احتياجا في جميع القرى. بيبقى عندنا هذه الكشوف بدقة متناهية، بالتنظيم مع مديريات التضامن الاجتماعي، بالتنظيم مع جميع المحافظات، الوحدات المحلية، كل الناس بندي هذه الكشوف، بندي أولويات للعمل. يعني مثلا بنقول إن أولويات المساعدات تروح مثلا للأرامل اللي بتعول الأيتام، تروح للمطلقات، تروح لمن يعني ليس له ذوي الاحتياجات الخاصه، دي مهمه جدا عندنا. ثم ناتي بعد ذلك مثلا قوافل علاجيه، زي ما حضرتك جايبه كده، انا هطلع اعمل قافله عيون، ده هيعمل قافله عمليات قلب، ده بيعمل قافله ذوي احتياجات خاصه اللي هي نفس الاحتياجات الخاصه بقى اللي هي المساعدات، اذا كان بعمل له سماعه، اذا كان بعمل له طرف صناعي، ده كله ده بيعمل عن طريق كشوفات دقيقه، بنقعد كلنا على ترابيزه واحده بنشوف انا مثلا ارماد هعمل كذا وكذا، مصر الخير هتعمل كذا، مثلا بنك الطعام هيعمل كذا، بنتقول كلنا خلاص توكلنا على الله. زي مثلا قدام حضرتك دلوقتي التحالف بيعمل اللي هي القوافل بتاعت غزه، وانا بقول لحضرتك قلتها قبل كده ان بعد 32 يوم من موضوع غزه كان كل 80% من التبرعات اللي دخلت غزه من مصر المجتمع المدني في مصر. التحالف بيقول انا هعمل الاسبوع الجاي يوم الاثنين قافله هتبقى 100 تريلا، انا الاورمان هقول له انا هعمل 25 تريلا مواد غذائيه، ادويه، ميه، حتى نقول انا هعمل بطاطين، هعمل لحفه، هعمل كذا. من هذا التنظيم بتتحرك القوافل، بتدخل كل ده، والقوافل ده بتدخل تحت اسم التحالف، تتحرك على معبر رفح، تدخل وتخرج. طب ده هيخليني اسال حضرتك سياده اللواء، يعني ايه اللي فرق في يعني انا هسال حضرتك بما انك مدير عام جمعيه الارمان، ايه اللي فرق مع حضرتك في العمل داخل يعني بشكل متفرد وبشكل منعزل لوحدك لما كانت الجمعيه مستقله، وايه اللي فرق بعد ما انضمت للتحالف الوطني للعمل التنموي الاهلي في المكاسب طبعا وفي التحديات ايضا؟ اللي فعلا انا ممكن يكون عندي الارمان ما عنديش جانب معين
منه حاجه. يعني مثلا انا عندي كشفات بمرضى العيون، ممكن قوي قوي جمعيه تانية مهتمه بالكلى، وانا عندي امكانيات ان اعمل مثلا غسيل كلى او اعمل عمليات قلب او اعمل عمليات قسطره. احنا بنقعد على طلبيه واحده، احنا يعني بمعنى كده. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، احنا بنتنافس على ارض ارضيه واحده. ممكن انا اكون عندي في تفكير معين هعمل كذا في قريه فلانيه، الاقي القريه ديت استفادت قبل كده من حاجه تانية انا ما عنديش عنها فكره. دي بالفكره هنا دقيقه، احول تفكيري بدل ما اعمل ميزانيه مثلا للعيون اكتر، لا انا هعملها للقلب اكتر. بدل اعمل ميزانيه لذوي الاحتياجات الخاصه، لا انا اطراف صناعيه عندي احتياجات سماعات. يعني ممكن جامعات يقول لي انا مثلا عندي 165 حاله سماعه وانا عندي ميزانيه ل 30 واحد، بس اقول له انا هقوم بال 155 الباقي. من هنا بياتي على طلبيه واحده للمستفيد الواحد لعدم الزجاجات الاستفاده، زي ما قلت لحضرتك كده. هي اللي عاد علينا هو التنسيق، وان كل حاجه في اتجاه واحد وليس اتجاهات متعدده. طيب لو احنا بنتكلم، احنا يعني بنعيش في 2024، من هذا العام ل 2030 ان شاء الله في استراتيجيه موضوعه للتحالف بشكل او باخر، ايه اهم الاهداف او اهم النتائج المنتظره في الاعوام القادمه ان شاء الله على خير، يعني من التحالف تحديدا بالنسبه للمستفيدين وبالنسبه للمحافظات المصريه وكذلك التنسيق مع حياه كريم؟ ده سؤال واقعي جدا. اهم حاجه بنرمز اليها هو التمكين الاقتصادي. انا نفسي هنوصل ان شاء رب العالمين لو 2030 2026 على مراحل، ان اي انسان في مصر مع حرفه مع مهنه وعاوز ياخد يشتغل هذه المهنه، انا اقول له اتفضل عندي انا هعملها لك، اتفضل عندي انا هعمل لك مشروعات تمكين اقتصادي. يمكن التمكين الاقتصادي خد منا يعني مرحله كبيره جدا جدا جدا، غير المساعدات الموسميه، لكن التمكين الاقتصادي دوت انا بقول له ان هو ده قوارب النجاة لمصر. يمكن دخلنا في قوارب النجاة اللي هيخلي المصري ما يعبرش قوارب نجاة عشان يروح اي حته ثانيه ويتعرض لا انا قلت عاوز ايه؟ انا سباك لكن مش عارف اعمل انا اعمل لك محل سباكه. وبننزل لاقل اقل اقل المشروعات، مشروعات متناهيه الصغر، سباكه، كاوتش، حداده، اي حاجه. احنا اتفقنا على التمكين الاقتصادي يمكن في التحالف ان ده هيبقى هو الراس المحرك لكل التحالف. زائد ان شاء الله ان شاء الله مع وزاره الصحه تكلفه يا فندم قوائم الانتظار تكلفه ضخمه جدا. يعني لو نعرف الحكومه بتتحمل قد ايه في مستشفيات وقوائم الانتظار، احنا بندخل معاهم ما عندناش مشكله، احنا بنساعد معاهم. انا هعمل كل قوائم انتظار مثلا محافظه سوهاج، انا هنهي تمام قوائم الانتظار في مجال الاورام. انا عندي مستشفى شفاء الاورمان في الاقصر، انا هقضي على كل قوائم الانتظار في الاقصر في سوهاج في قنا في اسوان لمرضى الاورام، ربنا يشفي كل مريض. من هذا الموضوع بنعمل استراتيجيه كامله للعمل، بل بالعكس انا بقول انا معاكم في هذا الاطار، غير في اطار تاني. الاستراتيجية يا فندم بتكون عن مجموع الاعمال كلها عشان نطلع لهدف واحد باذن الله، قلب واحد، عقل واحد. كل مصري محتاج لحاجة ان شاء الله المجتمع المدني هيكون معاه، احنا بنساعدك، انت في قلبنا واحنا معاك، ايدينا في ايدين بعض في كل مجال. طيب لو احنا بنتكلم على يعني قواعد بيانات شامله بيتم حصرها بشكل كبير جدا لاعداد المستفيدين وبالتنسيق طبعا مع الجمعيات والمؤسسات داخل التحالف الوطني، لو احنا بنتكلم في فكره، هل كل محافظه سياده اللواء بيبقى ليها تعامل مختلف بشكل او باخر بناء على متطلباتها عن محافظه اخرى في مصر على حسب موقعها الجغرافي، على حسب ثقافه شعبها بشكل او باخر؟ يعني هل بيتم التعامل بشكل كده متفرد ومتميز لبعض المحافظات في مصر عن محافظات اخرى في المتطلبات والاحتياجات؟ لا انت حضرتك شرحتي اكتر ما كنت هتكلم، فعلا ده والله واقعي، حضرتك اوضحتي جدا. فعلا كل محافظه ليها متفردات بنفسها، هي مش امتيازات، هي مثلا انا بعمل مشروعات مثلا تربيه اغنام، بركز فين؟ بركز مرتى مطروح، لان دي مثلا رؤوس مياشي بركز في المحافظه ديت. اعمل وصلات ميه، بشتغل مع شركات الميه كلها، انا عامل بروتوكول مع كل شركات ميه مصر. ايه اكتر محافظه ما فيهاش ميه؟ يقول لي مثلا محافظه دي عاوزه 4000 وصله، ودي عاوزه 3000 وصله، ودي عاوز 5000 وصله. لا الكلام سيادتك دقيق جدا، كل محافظه
ما فيش حاجة مماثلة، لكن كله على مبدأ واحد، المستفيد الحقيقي عدم مزاجة الاستفادة. يعني أنا عامل بروتوكول مع كنت عامل بروتوكول مع وزارة الإسكان ب 100 مليون جنيه على وصلات المية بكل المحافظات، ممكن محافظة تاخد منهم 30 مليون، محافظة تاخد 3 مليون، محافظة تاخد 6 مليون طبقا لاحتياجات المحافظة فعلا ممكن، وكل المحافظات ما بتتفقش في حاجة. يعني أنا دي بعمل لها كذا، مثلا مرض المية البيضاء والمية الزرقاء حقيقة أنا لقيته منتشر جدا في جنوب الصعيد أكتر، مثلا في أسوان في قنا بعمل كده قوافل علاجية للعيون أركز فيها، بدل ما أعمل ميزانية مثلا في بحر قد كده لا أعمل أضعاف دي في إبلي وهكذا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية على كل هذه التفاصيل. إلى هنا مشاهدينا نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الساعة من تغطيتنا الإخبارية على شاشة إكسترا نيوز. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن، أشوفكم على خير إن شاء الله، إلى اللقاء.